never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that spit. حركة ميشة اليوم مبقاش من هذا الموجه كنت تحشيش وش نعم فينا الشيء الفرير اش كنت نبيع الفرير اخوه عادي شنو لو زل فنانين حي ضار شوية صاحبي شوية احنا بشوية ناك بويش ونبدو ولي بران ولا اصبر ولي بران عاش تش تكشي بلي انت يا هزتين تكشي بلي دور حي هاي حاد يا امي ميام هاي حاد يا هذا اللي كيل في التربات هاك انصدفع الله ما صار حاضينا في التربات فين اسير شنو ما تبانش عندي اليوم داري وين طاح لي في الخداعي ضربي وين يلا نمشي واش فيا اللي غايصوك اصوك تاعو هاي شي كل فرده ديال شكرا انا واقف عليا دي العشير وانت عارف الكروة عشير جيب صحابك سنسي هيا قول لهم الكروة كان بيش عايشة سخون ديال الزروة اتباع قد شيء شوية وربوش تكسا وربع دريسة بكل بحس اللي يعني ويفا واحد الطحيب اللي مكونيكتي تما وانت عاد تربي لي الكروكيت والدجاج واللحم تبعيني يلا جيت فين ابو عرفت التليفون تسكن هنا اللحظة 20 درهم صاحب سير حي فاجك يلا ايه المهم ديالك اصاحبي فعين موالو اصاحبي فعين موالو تحديش عليه حشومة اصاحبي الله يشي حشومة سامع خويا شي اطير لحظتك اوك اخويا مرحبا كيف معك اللحظة اوك اشيري لا يا اخي ورا لي ديالي اخو شنو ديالي باي سير غندر شنو هادي حكي راه ولات ماشي شي حفله ماشي بحال هكا ايوا ايوا هذا مالو هذا اف هذا نو هذا سير حاله ديال سير يلاه حي طرميا سير تعدوا اصلا والله تعدوا فين شاو ديالي سد الغوره
ما حبك عشيره واش ندور لك ما حبش انت ما كاش عبك انت ايفا عاود عام برجا عين برجا اش عاود عام برجا انا ما كاش عين برجا لا واش يلا زيدي يلا يلا والله تي مول افريكا والله سي سي مون فري با بالي جوري سي ما فري والله سي جو مون فري با بالي سالي مون فري سا فا سا فا كوما ابل سي تو بلي هادي تشوف هادي والله ما نقدر ندير شي كون شتون ايفا ما نبيعك انت ما تخافش كيف كنتي نصراني وبيك انت جاب لي هادي الملاس غنموت واش الارض فين فين هادشي هاني الله يعاونك شي بغيت تباع اخو وات اخويا شنقول لك عزيزي ما كترحمش انت يا صاحبي عطينا بايرا باش نزهاو ونصهرو ونعيشو حتى حنا بحالنا بحال الناس هاك اخويا هادي ما ديما ندير بالي شنو ندير بالي عطا شي واحد كيتكيف حطها في المحل اي حاجه وحده نقولها لك نعم راه طيح بيديهم بلا ما تجيبو مليح اتمنى باقي صغار اصاحبي صافي ما كنعرفش الهضره هادي كتعرفني ما كنعرفك اصاحبي هاهي 5000 درهم ترى شنو عندك 5000 درهم اصاحبي شكدو في انت ولما بزاف ليا 5000 درهم عطاك 3000 درهم اس 3000 درهم ترى ايفون هذا ولا اخر حتى هو هو ولا الاخر اصاحبي انا تليفونات يمشي بحال هذا يا اصاحبي تما كصاحبي الاطو واش كدير ليا بحال هذا واش بغيتي بزز على راسي راه خصني حتى ناكل ماكل خبز او وانت 5000 درهم وما زغت تاكل خبز اصاحبي عزيز عليك 3000 درهم مزيانه راه مشهور هادشي اه عطيني ب 1000 درهم خلينا نمشي بحال هادي ما نتقاسم معاك الصبر عطيني عطيني ب 1000 درهم لا ما تزيد معايا ما نزيد معاك الغار وقاسة عزيزي والله إلا قاسة أنا 4000 درهم أصاحبي كاش عارفني ما كنعرف الله يعاون كيما قلت لك سير حي ناكلو بعض وليدي حشومه هادشي اللي كدير فيه هادشي راه ما غيسلككش حنا درنا معاك على الخير وجناك وربيناك انا ما كنولدش ما عطانيش الله الدراري وقلت غتكون ولدي وكتافي والساعه ولدي هادشي اللي كدير ليه ما لاقش كل نهار يتلقاو ليا ولدك دار ولدك دار ولدك دار انا حشمت ما بقيتش كنقد نخرج في الحومه حشومه عليك سير وليدي تخدم معري عليك كتاف الشفره معده ما دير ليك عيب هادشي وليده راه كتشوفي بعينك راه ما عندي لا ديبلوم ولا والو ما قاري ما والو غنمشي نخدم اش غنخدم نمشي نخدم ناخذ 1000 درهم ولا 2000 درهم ما تقدنيش انا خاصني باش نزها ونخرج ونخرج الدريه واي حاجه بغيت ناخذها نشريها الشفره هي اللي مسلكه الواليد ربيتيني الله يرحم لك الوالدين ولكن ما يمكنش انا نبدا ناكل اي حاجه بصاله اللوبيا العدس حتى انا بغيت نعيش بحال الناس ناكل بيتزا تاكوس خرج مع الدريه نصرف عليها نشري شي حاجه صافي الواليده مابقاش ديري لي بحال هكا ويلي يا وليدي على ناكل بيتزا تاكل على اللي لقيتي معايا ولا قسم الله هو ما احسن تاكل داك الشيء اللي قسم الله ولا تعلق فين تفلق تم غادي العكاشه العكاشه انا راه ما نمشي ليها اما عندي وليدي صحه باش نتبعك للقفاف ونمشي للعواكش دوز صبرك حتى الله الخدام لا بغيتي تبيع وتشري راه كاينه الخدمه راه كلشي الناس يبيعوا التفاح يبيعوا الديسير يبيعوا الخضره وعايشين الناس المصايره دايما يجيبوا الناس والشفره اش فيها ولدي واحد مسكين معذب ومحن وخدام
وتطير ليه فلوس وماشي حشومه. وهاد البورطابلات اللي الناس مساكن غادي نداوين عاد يطيرهم وراه عيبه وليدي ما خصكش ديرهم. سير تخدموا على رعيلك كتيفاتك وليده. انا كنصفر غير الناس اللي لاباس عليهم عندهم ايفونات. لا ما كنصفرش الدراري واش نمشي نخدم انا الديسير وسميتو بقا يشوفوا فيا الدريات يقولوا هذا خدام سميتو انا فلوس باغي فلوس باغي نزها باغي نخرج باغي نعيش ماشي داك العيشه اللي كنت عايش في الخيريه فاش جبتيني نولي عاوتاني عايشه حتى في الكبر باغي نعيش الواليده منو مابقا ديري لي بحال هكا الواليده. والله يا وليدي الا الديسير عايشين منو الناس وشارين منو الديور وكل شيء دايرينو من الديسير وفلوس الحلال والشفره راه حرام. عيب تشفر انت راه خاصك دير مستقبل بيديك. الشفره ما عندها ما دير ليه. اول على ويكيف دارك اي اي ما غنلقاوش والله الا لقينا الشيخ هو شاف كازا قريسه الشعد دوختي صاب كدير بنادم رزقو ام كدرويشه. علاش انت ما خرجتيش درويش صافي الشيء بغيتي الوالده انت تفايتي على موجه ثاني كان قريسي ما عمر عاق بيا شي واحد بقيتي تفايلي بيا موجه ودار. بغيت نسولك سؤال واحد وكنتمناك تجاوبني عليه. علاش ما كتبغيش تمشي تقلب على خدمه؟ الخدمه كاينه في المغرب الخدمه ما مقطوعاش اخويا. ولا انت ولفتها تجيك بارده بنادم يخدم عليها ويضرب تماره وتجي تتعدى عليه وتاخذ ليه رزقه. ها تضرب تليفون مع الصباح تليفون مع العشيه انت راك موظف وليتي مدسرات الكلبه الشاف هي اللي مدسرات الكلبه هي اللي مدسرات الشاف تعدى على الناس بهذيك الكلبه. حنا كنعرفوا الحقيقه ديالك من الاول حتى الاخر. هاد السيده دي رباتك حتى السيده ما كتولدش ورباتك ودارت معاك المزيان حتى كبرتي ومن كبرتي وليتي كتعدى على الناس وكتعدى على الدراوش وكتعدى على الفقراء وهي ما رباتكش على هاد الشيء. رباتك باش تخدم وتقاتل وتخدم على مني تكبر وما ضناتكش غادي تخرج صفار. عاد دابا اش كيتسناك؟ كيتسناك الحبس كتسناك عكاشه. واش هاد المهمه هادي قاده تدخل وتشد السربيس مع الناس باش تعطيك القفه؟ الصحه ديالها ما بقاتش عندها. ما ندمتيش على هذا الشيء اللي درتي؟ شفار ما كيندمش الشاف. غادي يندم غيندم من غيدخل الحبس غيندم من غياكل العدس بحجره غيندم ما لقاش باش يتغدى غيندم من ما لقاش الميمه قدامه وقدام جنبه غيندم. يا الوالده اللهم وجب ما عندي ما ندير غنسلم راسي وسمحي لي بزاف بغيتي تجي عندي العكاشه جي ما بغيتيش غير بالله انا نسلم راسي. يا وليدي وانا عندي شي صحه باش نمشي عندك العكاشه؟ عكاشه رد العامره قالك النهار كله وانا ما عمر نمشي العكاش حيت انا قلت لك برك كل قسم الله وانت ما بغيتيش. ايوا شتي قلت لك سير تبيع وتشري ما بغيتيش تبعتي الشمكاره وهاد وليدي غادي العكاش. صافي الوالده ما تبكيش صافي الوالده صافي الشافه جي ديني الله يحفظك. بقات تشوف هاد المراه صاحبي هادي شكي ولات مسكينه حالتها. حاجه وحده اللي كيتمحنوا فيها هما الوالدين ملي كيتعتقلوا ولادهم في الحبس. هادشي هذا اخويا غتحس به نهار ديال الاولاد ولكن حنا ما عندنا ما نديرو كل غلب الله. انت كنتي ضحيه قانون لا يحمي المغفلين الله العلاوه. سمحوا لي ديتو الله يرحم والديكم وعافاكم لما خليوه تنخطر اخرى.